وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومقدر عجبين. يا سلام عليك يا اسكندرية، ويا سلام عليك يا زيزينيا. أيوة، رحلتنا النهاردة هتكون في مكان جميل ورائع جدا في اسكندرية، وهو زيزينيا المبهرة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من على كورنيش المدينة الجميلة اسكندرية، واحنا رايحين على منطقة وحي من الأحياء الراقية في مصر وفي اسكندرية، منطقة موجودة ما بين جليم وجاناكليس وسان ستيفانو. هنفضل ماشيين على الكورنيش لغاية ما ندخل من جنب قصر الصفا، وهنشوف قد إيه المنطقة دي مليانة قصور جميلة جدا. احنا لسه مكملين طريقنا على طريق الجيش او كورنيش اسكندرية الجميلة. وعايز اقول لكم ان زمان كانت اسكندرية متقسمة 3 حتت، كان في جزء لليونانيين وجزء لليهود وجزء للمصريين. الجزء اللي كان عايش فيه المصريين كان قرية اسمها رقودة، اللي هي اسمها كوم الدكة دلوقتي. عايز اقول لكم ان طبيعي ان اي حد بيحب بلده ومدينته، فطبيعي ان الاسكندرانيه يحبوا اسكندريه. الجميل بقى ان المصريين كلهم مهما كان بيحبوا مع بلدهم اسكندريه بشكل كبير. فعلا اسكندريه هي العشق، ومن اجمل اماكن مصر ان لم تكن اجملهم. كنت احب ان انا اصور اسكندريه في الشتاء، لكن لما جيت اصورها في الصيف لقيت الجو زي ما انتم شايفين كده، السماء مغيمه تماما وجو شتوي جميل، وبحر اسكندرية اللي موجود على شمالنا دلوقتي ريحة اليود فيه شيء خرافي. احنا موجود على يميننا دلوقتي قصر من القصور الشهيرة جدا في جليم وزيزينيا، وهو قصر الأميرة عزيزة فهمي. هنعدي القصر ده، ومن بعديه هنعدي قصر الصفا، وهندخل لعمق حي زيزينيا مسار حلقتنا النهاردة. عايز اقول لكم اسكندريه كانت عاصمه مصر زمان، وفضلت عاصمه لغايه الفتح الاسلامي لمصر على ايد عمرو بن العاص. موجود في اسكندريه هنا اكبر مواني مصر البحريه، وهو ميناء اسكندريه. يمكن اسكندريه متقسمه ل9 احياء اداريه، حي اول المنتزه وتاني المنتزه وشرق وحي غرب وحي وسط وحي جمرك والعجمي وحي اول وتاني العمريه. احنا بالفعل كده السور اللي بقى على يميننا دلوقتي، وهو سور قصر من القصور اللي بتميز زيزينيا، واللي كان هو القصر الاساسي للي انشا زيزينيا، هنحكي عنه خلال رحلتنا النهارده. احنا هندخل مباشره كده من جنب قصر الصفا، وهندخل من شارع ابن حوقل، وهندخل بقى على عمق حي زيزينيا. على شمالنا دلوقتي فندق بلازا، وهو من فنادق ال4 نجوم اللي موجودة على كورنيش اسكندرية. احنا كده بقى هنكون في منطقة جميلة، والرحلة في حي هو مزيج ما بين الفخامة وروعة التصميم. هتلاقوا جناين خضراء وقصور وفيلات طابعها أثري. الحي هنا بيتبع حي شرق اسكندرية، والتمشية على الرجلين في زيزينيا هتبقى رحلة ممتعة، وده عشان يمكن المحلات قليلة والمساحات الخضراء كتير، وهتلاقوا فيها عدد من القصور والطرز المعمارية المبهرة اللي انت هتحبها جدا. وزي ما دايما كنت بقول لكم، وانت في وسط البلد في القاهرة حاول ترفع عينيك لفوق عشان تتفرج على العمارات اللي موجودة في القاهرة الخديوية. فانت وانت موجود في زيزينيا وزي ما هتشوفوا كده، حاول ترفع عينيك لفوق، هتتفرج على قدر من الجمال والروعة هتبهرك بشكل كبير. الشارع اللي احنا فيه متسمي على اسم ابن حوقل، واللي كان كاتب وجغرافي ومؤرخ ورحالة وتاجر عربي مسلم، كان عايش في القرن 10، ومن اشهر كتبه كتاب سورة الارض. احنا جرينا الصورة شوية عشان الزحمة اللي كانت موجودة، ودخلنا بقى من شارع عبد السلام عارف اللي كان رئيس للعراق من سنة 63 لسنة 66، وليه طبعا شوارع باسمه في القاهرة. ويمكن احنا دلوقتي في جزء مهم من طريق الترام في اسكندريه اللي شايل اسمه برضو. اغلب سكان المنطقه هنا كانوا في وقت من الاوقات كانوا من الاسره العلويه، من ابناء محمد علي واحفاده. كمان كان ساكن هنا عدد كبير من الجاليات الاجنبيه، سواء من انجلترا او ايطاليا او اليونان، واللي كانوا مالين اسكندريه لغايه النص الاول من القرن 20. وحي زيزينيا بيقطعوا الترماي هنا، وبيقطعوا شارع ابو قير او طريق الحريه، وبينتهي عند اخر شارع ابراهيم العطار. احنا كده دخلنا شمال، وبقى قدامنا قصر من القصور برضو اللي موجوده في زيزينيا، وهو قصر ثورة. ودخلنا بالفعل من شارع من الشوارع الرئيسية في زيزينيا، وهو شارع أمين يحيى.
تسمية حي زيزينيا بترجع لقصر كان موجود هنا لكونت يوناني اسمه ستيفان زيزينيا. الراجل ده كان تاجر قطن كبير وشهير جدا في القرن ال19. الراجل ده كمان كان قنصل بلجيكا في مصر، اشترى حتة أرض هنا وبنى عليها قصر رهيب على طراز معماري أوروبي. بعديه عدد كبير من العائلات الغنية فضلت تشتري أراضي وتبني قصور وفلل فخمة في المكان اللي احنا فيه وفي الحي اللي احنا فيه، وتنافسوا في بناء القصور، ويمكن كمان الأسرة العلوية اتنفست ان هي تبني قصور في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي. بسبب زيادة اعداد القصور والفلل هنا على مر السنين، هو ده اللي خلى المحلات التجارية قليلة جدا هنا، كان عكس حي سموحة الحديث نسبيا واللي مليان بالمحلات التجارية الكتيرة جدا. زي ما انتم شايفين ادي مثلا صور من قصور الفلل اللي موجودة على شمالنا دلوقتي. كل الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية هتلاقوا فيها عدد كبير من القصور والفلل. احنا بالفعل طلعنا لطريق الحرية او شارع ابو قير، وقدامنا كده موجود مسجد احمد يحيى باشا اللي هو يعتبر ابو امين يحيى اللي هو لسه خارجين من الشارع الخاص بيه دلوقتي. يعني طلعنا على شارع ابو قير، واللي يمكن هو من الشوارع المهمه والحيويه جدا في اسكندريه، ومن الشوارع اللي فيها عدد كبير جدا من المعالم. عايز نرجع تاني لستيفان زيزينيا. الاصل ان الخواجه كان اشترى الاراضي هنا من عيله اسمها ابو شال، واللي كانت بتمتلك اراضي كتير هنا، وبعد ما الخواجه بنى قصره باع جزء من الاراضي دي للحكومه المصريه عشان تعمل الترومواي هنا، ومن هنا بقى زاد العمران جدا. دخلنا بقى من شارع احمد عثمان، ومن شارع احمد عثمان بقى على يمنا كلية البنات القومية، وحنفضل ماشيين في الشارع ده لغاية ما نوصل لمعلم مهم من معالم زيزينيا، وهو متحف وقصر المجوهرات الملكية. حاجة كده من الحاجات زمان الجميلة جدا والمبهرة، واللي هتشوفوه دلوقتي في نهاية الشارع. طب فين بقى قصر الخواجة زيزينيا؟ قصر خواجة زيزينيا ده تحول لفندق اسمه جولوريا اوتيل، وبعدين الامير محمد علي توفيق نجل الخديوي توفيق اشتراه وبناه مرة تانية سنة 1927، وده في عهد عمه الملك فؤاد، وسماه قصر الصفا اللي موجود في الحي هنا واللي عدينا عليه من شوية صغيرين وهنحكي عليه كمان شوية صغيرين. قدامكم دلوقتي بقى ادي تحفة من تحف زيزينيا، وهو قصر او متحف المجوهرات الملكية باسكندرية. يعني هو المتحف ده موجود جوه قصر بنيته الأميرة زينب هانم فهمي سنة 1919، ودي كانت أخت المعماري الشهير في مصر علي فهمي. زينب هانم ماتت قبل ما تكمل بنى القصر اللي قدامكم دلوقتي، واللي كملته بنتها فاطمة الزهراء، وانتهى سنة 1923 وكانت أميرة من الأسرة العلوية. فضل القصر ده مقر الإقامة الصيفية ليها لغاية ثورة 52، وساعتها فضلت عايشة في القصر لغاية 1964، وبعدين اتنزلت عن القصر للحكومة المصرية وحاشت في القاهرة لغاية ما ماتت سنة 1983. يمكن القصر ده صممه مهندس معماري اسمه أنطونيو جرانيتو، وكان تحفة معمارية وعلى طراز المباني الأوروبية زي ما شفته في القرن ال19، مليان زغرفة من جوه. يمكن القصر اتحول لمتحف سنة 1986 وبيضم المجوهرات الملكية، وفي عدد كبير من التحف والمجوهرات التابعة للأسرة العلوية، واللي يمكن بترجع لسنة 1805. هتلاقوا جوه القصر ده تحف نادرة من محمد علي باشا للملك فاروق الأول. أدعوكم لزيارة المتحف والقصر، بصراحة هتحسوا إن هو حاجة آخر خيال. وصلنا لشارع عبد السلام عارف والشريط المترو اللي موجود، وعند شريط الترماي اللي موجود، ودخلنا بقى على شارع قصر الصفا اللي موجود في وشنا دلوقتي، باب من ابواب قصر الصفا، المعلم الرئيسي او احد المعالم الرئيسيه في حي زيزينيا، وزي ما قلت لكم ان كان اشتراه الامير محمد علي توفيق. وزي ما انتم شايفين كده في مجموعه كبيره من الايات القرانيه اللي موجوده على كل ابواب القصر، وكلنا عارفين ان الامير محمد علي توفيق كان بيحب الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية بشكل كبير. هتلاقوا الآيات القرآنية مالية القصر من جوه، وكمان أسماء الله الحسنى موجودة بتبقى في قاعة الأكل اللي موجودة جوه القصر.
كمان سماه قصر الصفا تيمنا بجبل الصفا اللي موجود في مكة المكرمة، واللي هو يعتبر من مناسك الحج والعمرة. على مر السنين بقى يتضاف وتعدل في القصر كتير، وبقى قصر رهيب، ودلوقتي حاليا هو تابع لرئاسة الجمهورية، وبقى أحد معالم اسكندرية المهمة جدا جدا جدا. احنا دخلنا بالفعل في شارع محمود الديب، لسه بنلف ونتفرج كده على حي زيزينيا الجميل، ومن حي زيزينيا هننتقل لحي جليم الملاصق ليه تماما، وهنتفرج بقى على عدد كبير جدا من المعالم. عايز اقول لكم ان القصر اللي هنقابله كمان شويه صغيرين بقى، واللي هيكون على يمنا وكان على شمالنا في بدايه رحلتنا، وهو قصر الاميره عزيزه فهمي، يعني من القصور برضو اللي بتميز زيزينيا وبتميز جليم. ويمكن القصر ده فيه اقوال ان هو هيتحول لفندق عالمي في الفتره القادمه، لانه يمكن حتى لازم او محتاج قدر من الاهتمام. القصر اللي على يميننا دلوقتي ده اتبنى سنة 1905 على ايد مهندس ايطالي، وهو اللي بنى قصر المجوهرات. عزيزة فهمي هي اخت زينب فهمي صاحبة قصر المجوهرات، وخالة فاطمة الزهراء بنت زينب فهمي. عشان كده هتحس ان القصرين شبه بعض في التصميم. يمكن زي ما قلت لكم القصر هيتحول لفندق عالمي بعد ما يرمموه. تاريخ وطابع ونوعية سكان زيزينيا خلت كاتب زي أسامة أنور عكاشة يعمل مسلسل مشهور على اسم الحي. أبطال المسلسل وأحداثه كانوا يعني استوحوا أحداث المسلسل من شكل الحياة اللي كان سائد في الحي هنا في وقت من الأوقات، وقت الحرب العالمية الثانية. كمان شاعر القطرين خليل مطران ألف عدد كبير من القصائد الخاصة بيه جوه صالون ألكسندر أفرينو اللي كان ليها قصر هنا في زيزينيا، وكان صالون أدبي مشهور جدا بيلتقي فيه عدد كبير من الشعراء والكتاب. زيزينيا فعلا وانت ماشي فيها هتحس انك جوه متحف مفتوح مليان قصور واثار معماريه جميله جدا. كمان موجود في زيزينيا مقر الاقامه الدائم لمحافظه اسكندريه اللي هي استراحه المحافظ. التمشيه في زيزينيا هتحس ان هي شبه التمشيه في حي بيفرلي هيلز كده في امريكا، جناين وفيلات جميله، زخارف معماريه مميزه. يمكن زيزينيا ما فيهاش زحام الا الافواج اللي بتيجي لزياره القصور والمتاحف هنا. قدامكم دلوقتي محطه ترام الفنون الجميله، وهي موجود هنا برضو كليه الفنون الجميله جامعه اسكندريه في جليم وزيزينيا، او ما بين جليم وزيزينيا. احنا موجودين دلوقتي في شارع عدل يكن، وما زلنا جوه محيط الحي الجميل اللي بنزوره النهارده. عايز اقول لكم ان انت لو جبت سيره اسكندريه لغير الاسكندرانيين فاول حاجه هتيجي في بالهم البحر، لكن اسكندريه فعلا مدينه استثنائيه، مدينه ليها تاريخ عريق وحاضر جميل ومتنوع بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في اعماق حي زيزينيا بنزوره النهارده. على يمنا وشمالنا دلوقتي شارع أحمد يحيى، وهو الشارع اللي موجود فيه متحف المجوهرات الملكية، ومنه هنخرج بقى عشان نتفرج، وهننتقل من حي زيزينيا لجليم عشان نتفرج على عدد من الشوارع اللي موجودة في جليم، ونتفرج على جمال ورقي أحياء اسكندرية الداخلية. لان اهل اسكندريه بيعتزوا جدا ان هم ولاد اول عاصمه لمصر، واللي فضلت العاصمه اكتر من 1000 سنه. اسكندريه كمان رابع اقدم مدينه مصريه، واسكندريه رغم كل التاريخ ده لكن ما زالت محتفظه بحدودها واسمها. اسكندريه عمرها اكتر من 2350 سنه، ويمكن لما اتبنت كانت معظم مصر ما زال صحراء. كمان موجود في اسكندريه عجيبه من عجائب الدنيا القديمه، وهي فنار اسكندريه او مناره اسكندريه، وكان موجود فيها أقدم مكتبة عامة في التاريخ البشري، كان فيها أكتر من 700,000 مجلد، وهي مكتبة اسكندرية، واللي هي اتبنت بقى مكتبة اسكندرية الجديدة اللي هيكون لينا زيارة ليها إن شاء الله خلال رحلة اسكندرية. اسكندرية يعني عايز أقول لكم إن هي طول عمرها ملتقى لثقافات العالم، وعاش وما زال بيعيش على أرضها أجناس وأطياف وديانات مختلفة. احنا موجودين في شارع مصطفى فهمي في جليم، وعلى يمنا دلوقتي مستشفى الشروق، وما زال في جليم برضو في بعض البيوت والفيلات القديمة اللي بتميز مدينة اسكندرية والأحياء الداخلية في اسكندرية. طبعا لو كملنا على طول في شارع مصطفى فهمي هنطلع على كورنيش اسكندرية، لكن احنا موجودين زي ما قلت لكم في جزء من حي جليم عشان نتفرج كده على التنوع وترابط الاحياء الجميله في اسكندريه.
هنخرج مباشرة كده، يمكن اللي هنطلع عليها دلوقتي برضو هنطلع على شارع عبد السلام عارف اللي موجود فيه الترماي، ترماي اسكندرية الجميل، والمحطة اللي هتكون قدامكم مباشرة دي في شارع عبد السلام عارف، هي محطة ترام جليم زي ما قلت لكم دلوقتي. هندخل شمال كده، مش هنطلع بقى على البحر، وهندخل شمال كده من شارع مصطفى فهمي، هندخل مرة تانية على شارع عبد السلام عارف عشان نتفرج على جزء من حي جليم. عايز اقول لكم ان اهل اسكندريه اتكلموا عدد كبير من اللغات. اسكندريه يعني كليوباترا السابعه واللي كانت ملكه مصر في العصر البطلمي. اسكندريه هي اقليدس السكندري واللي كان عالم رياضيات وهندسه يوناني. اسكندريه هي قسطنطين كفافيس اللي كان واحد من اشهر شعراء اليونان في العصر الحديث وعاش هنا في اسكندريه. اسكندريه يعني عبد اللطيف ابو هيف بطل العالم في السباحه 5 مرات. اسكندريه هي توفيق الحكيم. اسكندريه هي عبد الله النديم. اسكندريه هي سلامه حجازي، بيرم التونسي، سيد درويش، شادي عبد السلام، عمر الشريف، وناس كتير تانيه عاشوا وعدوا على اسكندريه. يعني لو اتكلمت عن اسكندريه هنتكلم عن الشعر، عن الادب، عن الفن، عن السحر والجمال والحب والذكريات، عن خفه الدم والشياكه والذوق والجدعنه. زي ما قلت لكم اسكندريه هي سيد درويش اللي عمل النشيد مصر الوطني، وعمار يا اسكندريه، وعمار يا شوارع واحياء ومناطق وجمال اسكندريه. ما زلنا موجودين في شارع عبد السلام عارف، وزي ما انتم شايفين كده شريط الترماي اللي موجود على شمالنا واللي بيقطع اسكندريه من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. واحد من الحاجات اللي هتستمتعوا بيها جدا لو حبيتوا ان انتوا تاخدوا بيه فسحة خلال زيارتكم لاسكندرية. يعني يمكن الترماي ده ما بقاش موجود في عدد كبير من مدن مصر، وعشان كده لما هتركبوه في ترماي الازرق القديم وفي ترماي الاصفر الجديد هتستمتعوا جدا بيه، وهتكون رحله مميزه، وهتكون كمان من الرحلات الرخيصه خلال زيارتكم لاسكندريه. يعني تركبوا الترماي ده وكمان تركبوا الاتوبيس الاحمر الجميل اللي بياخدك بقى من بحري لغايه ما يوصل للمنتزه. ادي هو ده الترماي الاصفر الجديد الجميل جدا اللي موجود جوه اسكندريه. احنا من شارع عبد السلام عارف هندخل يمين كده مباشرة عشان نستكمل رحلتنا جوه اعماق مدينة اسكندرية الجميلة. عايز اقول لكم ان الاسكندرانية ودونا عن بقية المصريين ومع وجود البحر هنا في اسكندرية، ما بيكون لما بيكون عندهم اي مشاكل كل اللي بيعملوه ان هم بيروحوا يقعدوا مع نفسهم على البحر، بيفكروا بهدوء وكأنهم بيتكلموا مع البحر وبيشكولوا همهم. الاسكندرانية بيعتزوا جدا ببعض المفردات اللي موجودة ومتغيرة في اللهجة السكندرية، يعني زي الإمة كده اللي بيقولوها اللي هي الناصية اللي احنا بنقولها أيو وأحي وحمو وحودة، بيقولوا على الحاجة المفردة احنا عشان كلهم يعني يمكن بيعملوا نفس الحاجة، فعندهم قدر من الترابط الغير معقول. زي ما قلت لكم بيحبوا اسكندريه جدا، ومش ممكن تحس ان الاسكندراني منبهر انه جاي من اي مكان في العالم، لانه اسكندريه بالنسبه له هي الابهار كله. احنا موجودين دلوقتي في شارع مصطفى ابو هيف، ودخلنا مباشرة كده من شارع يسري أمحى اللي منه هنخرج مرة تانية على كورنيش اسكندرية اللي بدأنا منه رحلتنا وحننهي عنده رحلتنا. عايز اقول لكم ان انت لو انت جاي من اي محافظة مصرية ورايح على اسكندرية، اول ما بتوصل للبوابات كده بتحس بشعور من السعادة ما بيتوصفش. تلاقيك على طول فتحت او قفلت التكييف وفتحت الشبابيك عشان يعني تستمتع بريحة الجو وتستمتع بريحة البحر وريحة اليود وتقلل درجة الحرارة. واول ما بتلمح البحر سواء كنت صغير او كبير بتحس بنشوة وسعادة مش طبيعية. يعني بتسوق كده وتتمشى على الكورنيش وزي ما بقول لكم بتحس بحاجة غريبة كده يعني ما تتوصفش إلا لو فعل يعني أو إلا لو بالفعل اتمشيت وزرت بحر اسكندرية الجميل وتمشيت على كورنيش اسكندرية الرائع جدا. يعني بصراحة أنا عايز أقول لكم إن اسكندرية مش مجرد مدينة ساحلية زي ما انتم شايفين الشوارع الجانبية في اسكندرية، فعايز أقول لكم إن اسكندرية حياة.
زي ما كنت لسه بحكي لكم، اول ما بتشوف البحر ادي الشوارع الجانبيه في اسكندريه، وادي شكل البحر وانت خارج من الشوارع الجانبيه في اسكندريه، وبتستمتع بشكل البحر، وبتستمتع بالجو الجميل، وبتستمتع بريحه البحر وريحه اليود اللي بتملى الرئتين في المنطقه الجميله جدا زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم النهارده يمكن الجو مغيم شويه وشكل البحر مش باين قوي، لكن صراحه الجو رائع جدا ومدي لشكل البحر وشكل واجواء اسكندريه جو مختلف عن الاجواء الطبيعيه. احنا بالفعل خرجنا مره تانيه على طريق الجيش في كورنيش اسكندريه، ويعني اتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت في واحد من ارقى واجمل وافخم احياء اسكندريه وهو حي زيزينيا تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير والمصريين والاجانب يتفرجوا على عظمه بلدنا الحبيبه مصر. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.